التراحم والتآلف بمعناها، التراحم والتآلف. الناس يا جماعة تتراحم، أخوانك ديل تلطف فيهم، فيل بيكون زهجان مرات بتلقى صاري ما تسيء الظن، والله مرات انت عندك مشكلة جاي زهجان صاري تشوفه انت صاري الزول ذاك طوال اقلي بيقول لك شوف الزول اللي صر عليك كيف عليك الله يا اخي ده جابه من البيت صرته دي يا خاشباك هذه يا قول لي مالك والحاصل شنو الدنيا دي عليه زوال ودي ضحكة ضحكتين ضحك معاك خلاص ما ضحك معناه شغلة دي كات ما زيح منه طوالي زيح منه طوالي شوف لك موضوع تاني امشي له ما احسن بالظن كما اخوك يا زول. قال تعالى انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم، شوف نهاية الآية دي عليك الله كلمة عجيبة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله بيرحمك يا أخي سبحانه وتعالى، يا أخي أحسن للزول الله بيحسن لك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخوك ده أصبر عليه ما تشكل معاه في أمر دنيا، والله أمر الدنيا دي ما تشاكلوا فيها أبدا، وأمر الدين أصبر عليه، وفي فتن كثيرة وفي مشاكل هم الربيع، إن تعاونوا على الخير أمركم من الشر، ما تكون أنت ذاتك وبال عليه، والله وبعض أخواننا مبتلى الناس ما جايب لهم خبر، والله قد تلقاهم مبتلى بمشاكل تلقاهم مسحور ساوي إلا سحر يجيك ينبزك ولا كذي ما تستعجل له، شوف اسال منه يا اخي يمكن زول عنده مشكله ولاقونا كتار، انا مره والله وناس مجانين بيجنوا ديرك بجنبه لكن ديرك ما هناك، لكن في زول قد يكون مسحور قد يكون مسحور انت ما عندك معه مشكله، مسحور كان اخوك وماشي معاك تمام ويش فجاه الزول لا وقف من اخواننا تب كتم براه وكذي بقى، بعد شويه بقى بقول كلمات ما ياها، بعد شويه بقى الصلاه غالبه في المسجد، ده زول طبيعي يا جماعة، ده ما طبيعي يا أخي اصبر عليه تعال ارغي له والليلة وبكرة وبعد بكرة والله شفاه والحمد لله، فإنت أحسن الظن وقدم الخير والله الذي لا إله غيره. طيب آخر نقطة عدم همز الموحدين والتنقص من قدرهم، زول بيتكلم في حلقة دخل في الدعوة جديد عنده أخطاء ما تثبطه ولا تنطم بجنبه، ده شنو يا أخ وقف الزول لو بخرب لنا الشغلة وكذي إلى آخره، لا لا تم كلامه أي قال أخطاء بينة بالتي هي أحسن وبكل تلطف وأعمل حسابك، الشريعة دي ما قالت لك ما تقول الحق قول الحق لكن اختار أحسن الألفاظ خاصة بين الإخوان، قد انت من غيرتك تقول كلمة تخش في قلب أخيك تاني ما تمرك، والله الذي لا إله غيره، شكرا رب العزة والجلال قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان شنو ينزغ بينهم، هات نازل البنجو ديل شفتها والحفلات ديل بيتنابزوا عديل أول ما يتلاقوا بيبدوا بينبز بعد شوية يشربوا الجبنة سوا، الشيطان ما بخليهم يشكلوا تعرف ليه؟ لأنه اجتماعهم فيه بالنسبة له مصلحة، كان ساي زعل منه قال له كلمة شديدة، شيطان يقول له يا زول ده ما فردتك يا أخي بيكون قاصدة يا أخي، زول لا ما زول ما معاك تمام يا أخي راح كذا اشربوها سوا، تشربوها بيكون ارتاح الشيطان، لكن أنت أخوك ده لما تتلم معاه بتتعاون على شنو؟ بديك محاضرة بقول لك والله في مقطع عجيب مرة واحد كذا أسمع بتلاقيه أنت زهجان بيفرق عنك بيديك وصايا يقول لك يا أخي أذكر الله أقرأ قرآن إلى آخره، فذا اجتماعك معه خير، شيطان بيحرص إنه شنو يفرق بيناتكم طوالي يجيك يفرق ويخليك تلمز السلفيين وتلمز دعاة التوحيد، وإذا كان رب العزة والجلال تكلم عن أقوام لمزوا أقواما تصدقوا، فبين الله تعالى وبال هؤلاء وما يفضي إلي حالهم وفعلهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم
يسخطون. لما الآية دي؟ الآية الثانية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. ناس جابوا كثير قروش كثيرة، حاجات كثيرة، قالوا انظروا إلى هذا المرائي. واحدين تاني جابوا شيء بسيط عندهم بالصدق وإخلاص قدموه، قالوا إن الله لغني عن صدقة هؤلاء. بس عليك الله ديل ما حقارين، ديل دارين شنو ديل؟ كثير ما خلوه، قليل ما خلوه. فالناس ديل وقاعدين قاعدين تاس تسوي حلقة، بعضهم ديل مجارمة، انت ما تكون منهم، تسوي حلقة آيات وحديث مرتبة وكذا، يقول لك شوف الزول لاسي عليك الله في داعي للكلام ده، ما يتكلم معانا بالدارجة كذا في داعي اسي والكلام ده، يتكلم بالدارجة يقول لك يا اخي الشغلة دي بترتفع يا اخي، كان تلطفوها باللغة العربية يا ناس مالكم معانا. ديل قال لك الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هو سخر بمصدق، وإن كان هؤلاء الذين تصدقوا عظماء إذا صح التعبير، إذا سخر بالمتصدق سخر الله منه، فكيف بالذي يسخر بمن يأتي بما هو أعظم من الصدقة وهو التوحيد؟ تسخر منه كيف يا أخي؟ ناس شباب خلوا الشهوات دي كلها والأفلام والأغاني والحفلات والسكر والمعاصي والفجور، حفظهم الله وحفظوا أنفسهم بحفظ الله من الزنا ومن الخنا من الفجور من البلاوي من الجهل، ما شو يتعلموا، جو بلغوا الدين، تقيف معاهم ولا تسخر منهم؟ تعين ونمشوا قدام ولا تقيف ضده ونيجوا راجعين وراء؟ عشان كذا يا جماعة الناس أزول ألفاظه دي تلطف فيها أخوك ذات وأخطأ بكل أسلوب طيب، أدي نصيحة بأسلوب طيب، قول له والله جزاك الله خير وكذي الموضوع ده الصح فيه وكذي والخطأ كذي، والواجب علينا نرجع إلى الله والحق حقه يتبع، بيقبل منك كنت تمشي تهتر به ولا تضعن به جنبه. زمان في كلمة قال واحد من أخواننا أظنه شيخ أبو بكر نفسه في بعض اللقاءات، قال يا جماعة الزول اللي عنده رأي في زول في خطأ ما يكتر المسافة بينه وبينه، وصايد تجيه عديل، لما تكتر الوصايد ده بيفهمها بغير الفهم، وداك بيمشي بديها ليه ده وده ليه ده، وفي النهاية الخبر بيجيه وبيبقى بينك وبينه شنو؟ شحناء وعداوة. تعال عديل قول له السلام عليكم كباش يا تاني، ما تكسر في الكورة وخليك في الكورة ظريف وكذي، إن شاء الله أمورك بتوضح أو هكذا، ونسأل الله التوفيق بأسماء الحسنى وصفات العلى. والكلام الذي ذكر والله استفدنا منه، ولعلكم جميعا استفدتم منه، جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.